السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا فيكم، معكم أنا نور المدهون، وإن شاء الله حلقة جديدة في سلسلة نصائح أدوبي أفتر إفكت. في حلقة اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن البلاجين الأشهر في عالم الموشن جرافيك، ألا وهو بلاجين الأنيميشن كومبوزر التابع لمستر هورس. طبعا هو بلاجين مجاني، طبعا في بعض الإضافات ممكن تشتريها، ولكن معظم الخصائص فيه مجانية. في البداية ريت تتوجهوا للقناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وياريت تدعمونها باللايكات، وإذا كان عندكم أي تعليق أو أي استفسار ضيفوا لنا إياه في التعليقات على هذا الفيديو، وخلينا نبدأ. طبعا راح أسيب لكم موقع الأنيميشن كومبوزر أو المستر هورس في الديسكريبشن لحتى تقدروا تحملوا هذا البلاجين. بتروح على هنا على Learn More and Download، وبتعمل داونلود بشكل مجاني، وبتقوم بتصطيبه بشكل عادي وانت مغلق برنامج الافتر افكت، وراح يظهر عندك زي ما راح نشوف هالقيت في البرنامج. طبعا بعد ما انتقلنا للبرنامج خلينا نطفيه في الاول ونروح على ويندوز، راح نلاقي اضافات الانيميشن كومبوزر مثبتة عنا زي ما احنا شايفين هان. اول واحدة خلينا نأجلها، بس خلينا نتكلم في بعض الاضافات المجانية الاخرى اللي بقدمها مستر هورس، اللي هي الانكور بوينت موفر. طبعا احنا عن طريقها ممكن مثلا خلينا نعمل كومبوزيشن ونعمل اي لاير بشكل سريع. زي ما احنا شايفين في عنا هان واحنا محددين اللاير، في عنا الانكور بوينت موفر مثلا لو حطيناها على النص زي ما احنا شايفين انتقلت على النص. الاضافة اللي بعدها اللي خلينا نتكلم فيها بشكل سريع اللي هي الانيميشن كومبوزر ترانزيشن شيفتر. هذا البلاجين او هذه الاضافة اللي بقدمها مستر هورس، مثلا لو احنا قمنا مثلا بتكرار هذا اللاير وحددناهم زي هيك، بيقوم عنا بعمل استيجر او ترتيبهم بشكل زي ما احنا شايفين امامنا. طبعا احنا بامكاننا نتحكم بعدد الفريمات، وممكن نعملهن ascending يعني بشكل تصاعدي، او دي ascending بشكل تنازلي، او random بشكل عشوائي. الان خلينا ننتقل للاضافة الاهم من مستر هورس اللي هي الانيميشن كومبوزر، الاضافة الاساسية. زي ما احنا شايفين بتفتح عنا في الواجهة زي ما احنا شايفين. هذا الدرس طبعا راح اقسمه لاربع اقسام لحتى كل انسان يقدر ينتقل للجزئية اللي هو حابب يشوفها. طبعا حط لكم توقيت كل قسم من هدول الأقسام الموجودة عندنا، توقيت راح أحط لكم إياه في وصف الفيديو. أول جزئية راح نتكلم فيها اللي هي الترانزيشن بريسيتس. طبعا راح أشرح لكم الميزات الأساسية اللي بيوفرها مستر هورس في أثناء الشرح. أول حاجة زي ما احنا شايفين الترانزيشن بريسيتس، في عندنا 2D layers transformations و3D layers with text. طبعا احنا بامكاننا زي ما احنا شايفين نفتحهن ونقوم بعرض شو هي الاشياء اللي بتعملها. في عنا طريقة اسهل من هيك بكتير، اللي هي نروح نضغط زي ما احنا شايفين على الاربع مربعات الموجودة جنب الاضافة الاساسية، بنضغط عليهن زي ما احنا شايفين بيفتح عنا كل الاشياء اللي بيقدمها لترانزيشن بريسيتس. زي ما احنا شايفين في اشياء بتتعلق في 2D layers، في اشياء بتتعلق في 3D layers زي ما احنا شايفين، وفي اشياء بتتعلق في التكست. طبعا انت لو بدك تقوم بفتحها بشكل منفصل زي ما احنا شايفين في عنا ملف لكل واحدة من الاشياء الموجودة عنا هان. زي ما احنا شايفين مثلا لو ضغطنا 2D layers transformation زي ما احنا شايفين فتح عنا الاشياء اللي بتتعلق فقط في 2D layer. مثلا خلينا نجرب حاجة من الاشياء الموجودة عنا هان، خلينا بس نحذف هدول بشكل سريع ونخلي عنا مثلا هذا المربع، نسحبه لحتى نشوف شو التأثير اللي ممكن نطبقه. زي ما احنا شايفين مثلا لو بدنا نطبق هذا المثال، طبعا هو موضح لك اياه بشكل واضح، ببين لك شو النتيجة اللي راح تظهر معك. خلينا نضغط عليها واحنا محددين اللاير، بامكانك هنا زي ما احنا شايفين الانيميت، بامكانك تحط ان انه يظهر في البداية، او في الاوت يظهر في نهاية اللاير، او بوث في البداية والنهاية. طب احنا خليه مثلا نحدده في ان او الخيار اللي بيتناسب معك، وبتحط apply زي ما احنا شايفين، وخلينا نعمل play زي ما احنا شايفين عمل عنا نفس التأثير اللي شفناه في النموذج. طبعا احنا لو بدنا نقوم بحذف هذا البريسيت او نسخه او عمل اي اضافة من الاضافات عليه زي ما احنا شايفين، واحنا محددين اللاير ببين عنا شو هو البريسيت اللي احنا حاطينه. احنا بامكاننا من هان نعمل كوبي، بامكاننا طبعا لو محددين لاير تاني ما عليهوش اي اضافة بامكاننا نعمل بيست،
بإمكاننا نعمل ريموف. طبعا بإمكانك تحذف كلهم أو تحذف اللي بيتناسب معك أي جزئية من الجزئيات. خلينا نعمل ريموف لأول بريسيتس زي ما احنا شايفين حذفهم بشكل كامل. طبعا احنا حتى نغطي باقي الجزئيات خلينا مثلا نشوف الـ 3D Layer Text. طبعا احنا لو كنا مفعلين الـ 3D راح يتطبق معنا أي تأثير من التأثيرات الموجودة عندنا هان. التأثير اللي بعده اللي هو بيتعلق في التكست طبعا بيوفر لنا مميزات كتير مهمة وكتير مفيدة في عمل التكست. طبعا احنا بإمكاننا مثلا خلينا نكتب أي حاجة. كتبنا زي ما احنا شايفين عندنا هان صباح الخير واحنا محددين النص. احنا بإمكاننا نحدد أي واحدة من طريق ظهور النص الموجودة عندنا هان. مثلا لو حددنا هاي في عنا زي ما احنا شايفين بوتوم من الاسفل وفي عنا من التوب. احنا طبعا لو ضغطنا راح يورجينا طريقة العرض ان او اوت او بوث وبتحط ابلاي زي ما احنا شايفين. لو عملنا بلاي زي ما احنا شايفين طلعت عنا من الاعلى زي ما احنا حددنا. طبعا احنا لو انتقلنا لهان وعملنا ريموف لحتى تنحذف او ممكن نعمل كنترول زد. خلينا نشوف مثلا حاجة حلوة لطيفة ممكن احنا نطبقها. طبعا في اشياء مش كتير تتناسب مع النصوص العربية. طبعا انت ضلك جرب لعند ما تلاقي الاشياء اللي بتتناسب معك. طبعا في اشياء بتتناسب مع الجمل، في اشياء بتتناسب مع الكلمات، في اشياء بتتناسب مع الاحرف. انت بامكانك تطبق الاشياء اللي بتتناسب معك. زي ما احنا شايفين مثلا هاي احنا ممكن حتى فيها خيارات اضافية من الليفت من الشمال او من الرايت من اليمين او التوب او البوتوم. احنا بامكاننا نطبق الاشي اللي احنا بدنا اياه. الجزئية الثانية اللي هي افكت بريسيتس زي ما تعلمنا احنا بامكاننا نقف على المربعات الموجودة جنبها وبنضغط عليها لحتى يظهر عندنا التأثيرات اللي احنا ممكن نعملها. طبعا زي ما احنا شايفين هاي التأثيرات بتضلها تشتغل واحنا شغالين على التايم لاين. يعني احنا على طول التايم لاين راح يطبق لنا هذا التأثير. مثلا لو ضغطنا على هذا التأثير وعملنا له ابلاي وعملنا بلاي زي ما احنا شايفين طبعا التأثير راح يضل شغال على طول اللاير اللي موجود عندنا. طبعا احنا لو بدنا اياه مثلا هذا التأثير يشتغل في منطقة معينة احنا بامكاننا نعمل اختصاص لللاير بمنطقة معينة ونخليه يطبقه بس في الجزئية اللي احنا بدنا اياه. طبعا بوفر لنا اشياء بتتعلق زي ما احنا شايفين كمان حتى في النصوص. طبق الاشياء اللي بتلزمك. انا مش كتير بستخدم هاي الجزئية. في الجزئية الثالثة اللي هي البري كومبوز خلينا نضغط على المربعات ونشوف شو في هي. طبعا هاي اشياء بتلزمنا كتير. بوفر لنا اول حاجة زي ما احنا شايفين في عنا زي انيميتد ايكونز بنضغط عليها وخلينا نشوف مثلا في هنا الايكون زي ما احنا شايفين بوفر لنا اشياء مجانية احنا بامكاننا ننزلها على البرنامج لحتى يعني زي ما احنا شايفين هي ظهرت علامة الدولار. الحاجة اللي بعدها بس خلينا نرجع اللي هي الاوتلاين ستايل. طبعا ايقونات بتظهر بس بطريقة تانية وبطريقة ممكن اجمل من الطريقة الاولى. خلينا نرجع كمان مرة. في عنا الباك جراوندز طبعا بوفر لنا باك جراوندز مجانية بس مش كتير لحتى نستخدمها زي ما هي ظاهرة عنا. وزي ما تعلمنا بامكاننا يضيف لنا الان والاوت وتعمل ادد اللي بريحك بامكانك تطبقه. الحاجه اللي بعدها اللي هي الفيلم ميكرز ترانزيشنز انا بستخدمها بشكل كبير احيانا في طبعا في المشاريع الكبيره للانتقالات بين مشهد ومشهد بامكاننا نستخدمها ونستخدمها بشكل فعال زي ما احنا شايفين. ولحتى نفهم اكتر كيف فينا نستعمل الفيلم ميكرز ترانزيشن عملت بشكل سريع. طبعا استخدمت الانيميشن كومبوزر ضفت الايقونتين اللي هو بوفر لنا اياهم. طبعا فكرة الترانزيشنز هاي انه احنا راح نحدد طبعا مكان او مثلا لو حددنا هذا اللاير راح يحط لنا الترانزيشن فوق هذا اللاير. لو حددنا هذا اللاير راح يحط لنا اياهم بين هدول اللايرين يعني فوق هذا اللاير. طبعا احنا بنحدد اللاير اللي بالاعلى وبنقف في المؤشر تماما بين الانتقالتين او بين المشهدين. خلينا الان نضيف احد المشاهد مثلا لو احنا خلينا نستخدم هذا المشهد. طبعا هان في عنا مميزة اللي هو added sound اللي هو بيضيف لنا صوت الانتقالة. هذا مؤثر احترافي خلينا طبعا دائما نستعمله. بامكانك طبعا تحط ادد او تحط ريبليس. لو انت كنت ضايف انتقالة بامكانك تحدد الانتقالة تماما وتحط ريبليس راح يعمل لك ريبليس في الانتقالة الثانية. خلينا نضيف الانتقالة زي ما احنا شايفين. الان زي ما تكلمنا لازم تحطه بين المشهدين طبعا والمؤشر تماما بين المشهدين.
وتحدد اللاير اللي بدك تحطه فوقه. خلينا الآن نستعرض الأشياء اللي احنا ممكن نعدلها، وخلينا أصلا نشوف كيف تأثير الانتقالة. خلينا نعمل بلاي. احنا بإمكاننا نتلاعب بمدة الانتقالة بشكل مريح، يعني لو انت الآن قمت بتخفيضها لحد هان طبعا رح يعملها بشكل تلقائي أسرع وبدون ما تتأثر الانتقالة، يعني ما فيش مشكلة انه انت تقوم بتعديل المدة الزمنية بالسحب زي ما احنا شايفين الآن. خلينا نعمل بلاي. زي ما احنا شايفين الانتقالة صارت عنا أسرع. طبعا احنا بإمكاننا نختار ترانزيشن تانية زي ما احنا شايفين. لو مثلا لو قمنا باختيار هذا الترانزيشن بإمكاننا نتحكم في اتجاهه وطريقة ظهوره، يعني احنا لو بدنا اياه من الأسفل أو من البوتوم ليفت، من الزاوية الشمال، من الأسفل أو الرايت، من الليفت أو من الرايت أو من التوب، زي ما إحنا حابين. الحاجة اللي بعدها اللي لازم نشرحها اللي هي الشيب إليمنتس، مغفر لنا بعض الأشياء المجانية اللي إحنا بإمكاننا نستخدمها في عمل الموشن جرافيك. زي ما إحنا شايفين هاي الأشياء طبعا هو وفر لنا صوت احترافي لإلها، بإمكاننا نضيفها ونقوم بالتعديل عليها بكل أريحية. طبعا إحنا لو شغلنا، خلينا بس إحنا نشوف، زي ما إحنا شايفين عمل، لو إحنا مثلا ضفناه تحتها في أثناء الانتقالة ممكن يعملنا حاجة. طبعا استخدامها هذا بيرجع لإلك. الحاجة اللي بعدها اللي ممكن نتكلم فيها اللي هو الشيب ترانزيشن، بوفر لنا بعض الانتقالات باستخدام الشيب، يعني هو موفر لنا بس تنتين في النسخة المجانية، بإمكانك تستخدم أي واحدة فيهم لحتى تستخدمها للانتقالات بين المشاهد. الجزئية الرابعة اللي احنا ممكن نستخدمها في الانيميشن كومبوزر اللي هي الساوند. طبعا هو مقسمهم زي ما احنا شايفين، يعني ممكن يعني بوم مثلا، صوت بوم بامكانك تشغلها، هو راح يشغل لك اياها. طبعا الصوت مش كتير مسموع، ولكن بامكانك تسمعها وتختار الاشياء اللي بتتناسب معك. في منها اشياء كتير انت ممكن نستخدمها لحتى تعطيك إضافة مهمة في أثناء عمل الموشن جرافيك. طبعا وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اللي تكلمنا فيها عن إضافة مهمة كتير اللي هي إضافة الأنيميشن كومبوزر، واللي بتساعدنا كتير في عمل الموشن جرافيك وفي برنامج الأفتر إفكت بشكل عام. ياريت إذا أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وياريت تدعمونا باللايكات، وإذا كان عندكم أي تعليق أو أي استفسار ضيفونا إياه في التعليقات على هذا الفيديو. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.